أهلا بكم في النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي، وإلى العناوين. الخطيب يواصل فحوصاته الطبية ويزور رامي ربيعة بألمانيا. الأهلي ينفي الحصول على أرض الاستاد الجديد بالمجان. والفريق الأول يحدد 6 مارس موعدا لأولى مواجهاته الأفريقية. وعالميا، الليلة انطلاق دور 16 في دوري أبطال أوروبا. أهلا بكم مجددا، وإلى التفاصيل. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على زيارة رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي يعالج من إصابته ويتم تأهيله بأحد المراكز المتخصصة بألمانيا. والتقى الخطيب بالفريق الطبي المشرف على حالة ربيعة، واطمأن على سير البرنامج العلاجي بالشكل السليم والمخطط له، وتمنى له سرعة التعافي والعودة سريعا إلى القاهرة لدعم صفوف الفريق واستكمال المسيرة الناجحة. جاءت زيارة الخطيب لربيعة على هامش رحلته إلى ألمانيا لإجراء فحوص طبية، حيث يعاني من آلام الظهر والقدم اليمنى بسبب الجهد الكبير الذي بذله خلال الشهور الأخيرة. نفى النادي الأهلي نفيا قاطعا صحة ما تم نشره ببعض المواقع الصحفية مؤخرا، والخاصة بوصول النادي إفادة من مجلس الوزراء تقضي بالموافقة على منح النادي قطعة أرض تخصص لبناء المدينة الرياضية بالمجان. وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي أن هذه الأكاذيب تندرج تحت الحملة التي لوحظ تصاعدها مؤخرا ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ شريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس إدارة النادي الأهلي. أستاذ شريف، أهلا بيك. أخيرا محمد، تحياتي ليك ولمشاهديك الكرام ولقناة النادي الأهلي ولجمهوري أيضا العظيم. أهلا بيك يا فندم، أهلا بحضرتك. طبعا بالتأكيد السؤال اللي بيطرح نفسه في هذه الساعات حول هذا البيان الذي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم من النادي الأهلي بخصوص هذا الأمر، وبخصوص استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية المزمع إنشائها خلال السنوات القليلة القادمة. الحقيقة أنه يعني كان في رصد لمجموعة من المقالات وخبر تم الحقيقة نشره على بعض المواقع الإلكترونية يفيد تلقي النادي الأهلي موافقة من مجلس الوزراء على منح للأرض الاستاد بالمكان. الحقيقة أنه النادي الأهلي لا يتفاوض من الأساس يا محمد عشان أرض، لأنه هذا مشروع استثماري بالشراكة بين مجموعة المستثمرين الحقيقة اللي بيخططوا للمشروع مع الدولة المصرية واتصالات مع الحكومة طبقا للقواعد والقوانين اللي بتنظم عمل مثل هذا النوع من الاستثمارات في مصر. يعني فاحنا وجدنا من واجبنا ان احنا نصحح المفاهيم بس ونكذب هذا الخبر الذي ليس له اي اساس من الصحه. ومجلس الاداره الحقيقه تواصل مع بعضه وعملنا البيان ونزلناه في وقت يعني مبكر من صباح اليوم زي ما انت تفضلت، لانه كان مهم ان احنا نوضح للناس انه في حمله ممنهجه بتدار ضد النادي الاهلي بسبب النجاحات العديده اللي حققها مجلس الاداره في غضون الشهرين اللي تولى فيهم المسؤوليه، سواء فيما يتعلق بتطوير المنشات او البحث عن مصادر تمويل او الاستقرار الرياضي وتفوق فريق كره القدم. كل دي الحقيقه يبدو انها امور المت بعض من يمنون نفسهم يعني بانه النادي الاهلي لا يسير في طريقه وتعود اليه هيبته كما كانت يعني على مر العقود. فيعني قطعنا هذا الامر بهذا البيان كده انه لا اساس يعني من الصحه لهذا الامر يعني، واعتقد الصوره واضحه الان. طيب ما هو الجديد بالنسبه للاستاد والمدينه الرياضيه واجتماعات مجموعه المستثمرين خلال الساعات القليله الماضيه في هذا الشان، خاصه ان الاعلام والمواقع الالكترونيه البعض بيجتهد في هذا الامر في خلال الساعات الماضيه وخلال هذه الفتره، فمن خلال قناه النادي الاهلي واكد لك انه يعني اي كلام عن هذا الامر ليس له اساس من الصحه، لانه ببساطه شديده المستثمرين بيعملوا مع الحكومه المصريه في هدوء وفي سريه تامه وفي اطار مفاوضات، ومجرد ما تنتهي سيقوم ممثل المستثمرين بالاعلان عن هذا الامر. النادي الحقيقه ليس شريكا او فاعلا في هذه المفاوضات، ولكنها اتصالات واجراءات بين المستثمرين وبين الحكومه المصريه، ومن ثم كل ما يتم الحديث عنه او تسريبه بخصوص يعني الاستقرار على قطعة الأرض، عن الأسعار، عن البداية، عن توقيع، كل ده كلام ليس له أساس من الصحة. لما يكون في معلومات عند النادي الأهلي
زي ما تعودنا بمنتهى الشفافيه والوضوح هنعلنها بالتاكيد لجمهور النادي الاهلي ولاعضائه، لانه هذا هو فعلا مشروع القرن، والنادي الاهلي عازم على بناء استاديا اليوم. فان شاء الله نتمنى ان الامور تسير كما هو مخطط ليها، وقريبا يكون في اخبار طيبه باذن الله. طيب محتاجين نطمن منك على الكابتن محمود الخطيب في هذه الساعات وفي هذه الايام، هو حاليا في المانيا، ويمكن النهارده كان في خبر طلعتنا بيه طبعا الصحف والموقع الرسمي للنادي الاهلي، زياره الكابتن خطيب حتى في المانيا، يمكن في عز ما هو حتى بيسافر عشان يعمل تشيك اب على حالته الصحيه في التوقيت الحالي، رغم حاله الفتره الاخيره كان في شغل كبير جدا، وكان المجلس بيشتغل نقدر اقول 36 ساعه في 24 ساعه عشان يقدر ينجز العديد من الامور، لكن وقت قصير سافر لالمانيا للخضوع لبعض الفحوصات الطبيه واطمأن على رامي ربيعه كمان. يعني هذا هو محمود الخطيب زي ما تفضلت الحقيقه، وقريت الخبر محمد، وانت متابع جيد لحجم الجهد اللي بذله الكابتن محمود الخطيب خلال الفتره الماضيه، وهو جهد الحقيقه يفوق طاقه اي انسان او بشر على تحمله. الراجل يعني بيتفانى ومعه مجلس الاداره من اجل تنسيق الامور واعاده ترتيب البيت، فكان على يعني موضوع الالام اللي كانت بتهاجمه بشكل ضراوة الحقيقه خلال الفتره الماضيه. النهارده بعد ما تم الحقيقه عرضه على الطبيب المعالج دي بالامس، كان حريص يزور النجم رامي ربيعه في المركز اللي بيتم تاهيله وعلاجه فيه، والتقى الطبيب المعالج او الفريق المعالج يعني، وتمنى له سرعه الشفاء. الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله عنده يعني مناظره اخرى يوم الجمعه، على اثرها سيتحدث اذا كان هناك جراحه للغضروف في ظهره يعني لتخفيف الالام الحقيقه اللي بتسمع في قدمه الايمن ام لا. في راي طبي الحقيقه ايضا مختبر محترم ومعتبر، بيقول انه من الممكن يحصل على فتره راحه وعلاج طبيعي لمده شهر من 3 اسابيع الى 4 اسابيع، وبالتالي يتجنب الدخول في الجراحه. في كل الاحوال احنا اطمنا على الكابتن الحمد لله، هو بصحه جيده، والمفترض انه يعود يعني السبت او الاحد على اقصى تقدير الى مصر لمواصله اعماله باذن الله. استاذ شريف فؤاد المستشار الاعلامي لمجلس اداره النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون سلام على كابتن محمود الخطيب، يعود غانما سالما باذن الله الى ارض الوطن لممارسه مهامه واعماله كرئيس لمجلس اداره النادي الاهلي، ونجم محبوب بالتاكيد لكل جماهير القلعه الحمراء في الوطن العربي الكبير. شكرا ليك استاذ شريف، نخرج الى فاصل ثم نعود تفاصيل اخبار اليوم من النادي الاهلي.